أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام أن مملكة البحرين استطاعت أن تثبت ريادتها على صعيد المشهد الثقافي والإبداعي، مشيرا سعادته إلى أن المنجزات التي حققتها المملكة في هذا المجال جاءت بفضل الدعم اللامحدود من جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بالحركة الثقافية وخلق بيئة حاضنة للابتكار والإبداع، ما جعل البحرين منارة للإشعاع الحضاري ووجهة ثقافية متميزة. جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير الإعلام خلال حفل افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي، والذي يقام من الثالث وحتى السابع من نوفمبر الجاري في مجمع مراسي غاليريا تحت شعار الاحتفاء بفن صناعة الأفلام لها ضمن فعاليات المنامة عاصمة الإعلام العربي 2024، حيث شهد حفل الافتتاح حضور عدد من كبار المسؤولين والإعلاميين والفنانين ونخبة من نجوم والصناع السينما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي. وخلال الاحتفال قام سعادة الوزير بتكريم عدد من الفنانين احتفاء بعطاءاتهم المتميزة عبر مسيرتهم الفنية والسينمائية الحافلة. وأشار سعادة الوزير إلى أن مملكة البحرين شهدت منذ سبعينيات القرن الماضي نشاطا سينمائيا أثمر عن انطلاق التجارب الأولى لصناعة الأفلام بإمكانيات بسيطة ولكن بشغف كبير لهذا الفن، وقد جسدت هذه المسيرة العريقة مكانة البحرين الريادية في مجال السينما، حيث شكلت الخبرات المتراكمة عبر عقود طويلة قاعدة صلبة وإرثا ثريا يستلهم منه جيل اليوم من المبدعين والفنانين رؤاهم وأفكارهم لتقديم أعمال سينمائية متميزة تعكس تنوع التجارب الإبداعية. أنا سعيد جدا اليوم، هذا يعني لقاء فني وإعلامي كبير تشرفنا فيه بوجود عدد كبير من الإخوان والزملاء الفنانين العرب والخليجيين. لا شك أن هذه الفعالية تضيف إلى إنجازات مملكة البحرين في هذا المجال، خصوصا في العام اللي نحتفل فيه بتولي سيدي صاحب الجلالة مقالد الحكم واليوبيل الفضي بهذه المناسبة. أيضا طبعا المناسبة هذه هي تصادف مع اختيار البحرين عاصمة الإعلام العربي، وهذه كلها الحقيقة يصب في أن احنا نعزز دورنا في جعل مملكة البحرين مركز إشعاع ثقافي في جميع الجوانب، منها جانب صناعة السينما. اليوم نشوف الحقيقة مشاركة واسعة وكبيرة من فنانين الكبار، من شباب منضمين إلى هذا القطاع ومندفعين نحو الإبداع في هذا القطاع. هذا اللقاء الحقيقة سيشهد نقل تجارب وسيشهد ورش تدريبية مكثفة، سيشهد تحويل بعض الأفكار سيتم اختيارها من قبل مخرجين ومخرجات بحرينيات إلى أفلام تترجم على أرض الواقع وتنقل على شاشات السينما. فأنا متحمس الحقيقة وسعيد بهذه الحدث الكبير، وأشكر الحقيقة الرعاة، أشكر مراسي على استضافتهم لهذا الحدث، وأشكر الحقيقة طيران الخليج، أشكر بنك البحرين الوطني، وأشكر جميع الرعاة الحقيقة اللي يدعمونا في هذه الفعالية. نجوم وأسماء لمعت في سماء السينما الخليجية والعربية حلت ضيفة في مهرجان البحرين السينمائي في دورته الرابعة، والذي يأتي بشعار الاحتفاء بفن صناعة الأفلام لها ليحتفي بالمرأة في مجال السينما ويسلط الضوء على الإبداعات المتميزة للمرأة في عالم السينما ويفتح آفاقا جديدة أمام المبدعات في هذا المجال الحيوي للمساهمة في تقديم معالجات سينمائية عميقة تعكس قضايا المجتمع وتطلعاته مع المحافظة على هويته الثقافية وقيمه الراسخة. أنا كنت موجود في مهرجان الدانة يوم فازت زميلتي شجون، كان شيء خرافي وروعة، وقاعد أشوف من بداية كل شيء جميل، وشكرا مملكة البحرين على هالدعوة. أنا وايد سعيدة. أول شيء شكرا كل القائمين، شكرا مملكة البحرين، شكرا وزارة الإعلام، شكرا كل القائمين على هذا المهرجان. أنا صراحة سعيدة، أنا دائما أقول هذه التجمعات وايد مفيدة لنا، وبعدين هذا ربعنا ما نقدر نشوفهم بين فترة والثانية، فهذا المكان كأنه عيد حقنا، تجمع جميل ناجح بإذن الله. شيء أنا يفرحني لأنه أنا
البحرين كان لها السبق في حكاية الافتتاح المهرجانات بالخليج، والمرة يشرفني أني أكون كمان مشارك في لجنة التحكيم، ف يعني أمر يفرح ويسعد الخاطر أنه تعود البحرين أو الوهج السينمائي في البحرين اللي نتمنى يكون أكثر، لأنه دائما السباقين يكون لهم مكانة خاصة في نظرنا كخليجيين. انطلاق مهرجان البحرين السينمائي يتزامن هذا العام مع اختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي 2024، وإن تواصل تألق المهرجان في نسخته الرابعة لهو دلالة على نجاحه في ترسيخ مكانة مملكة البحرين على خارطة المهرجانات السينمائية، وتأكيد على دورها الريادي كحاضنة للثقافة والفنون في المنطقة. احنا متشرفين وفخورين اليوم ان احنا نكون في ديرتنا الثانية البحرين، جايين من الكويت ضيوف في مهرجان البحرين السينمائي الدولي، وكل الشكر للقائمين على هذا المهرجان الدولي الكبير، رئيس المهرجان ولجان التحكيم وكل المنسقين في كواليس هذا المهرجان، بالإضافة إلى وزارة الإعلام في البحرين اللي دائما يعني من بعد تلفزيون الكويت تلفزيون البحرين هذا تلفزيوني. أسأل الله يحفظكم، شكرا لك. مهرجان وايد مهم، وهذه النسخة الرابعة، يعني أنا وايد مستانس، قاعد أشوف فيه تطور كل سنة، ويعني هذا المكان المناسب إن إحنا نقدر نشارك ونتبادل بأفكارنا وإبداعاتنا، وإن شاء الله يعني نطمح إن إحنا نصنع شيء جديد ومختلف من خلال استطلاعنا للأفلام والأعمال اللي ممكن تنضاف إلينا كفنانين وكمشاهدين. اليوم احنا صراحة البحرين عندها عرس سينمائي بوجود نخبة من نجوم العرب موجودين ومشرفين هنا في البحرين، مهرجان جميل ورائع، وإن شاء الله أنه مثمر ونطلع بنتائج جميلة سينمائية. وبخصوص التكريم سعيدة جدا وفخر وشرف لي هذا التكريم، وإن شاء الله أن أنا قد هالتكريم. حياة جميلة بفنها وبما يقدمونه شبابها من خلال السينما ولا المسرح ولا أفكارهم اللي نشوفها من خلال مجال التمثيل والسينما والأفلام. اليوم احنا قاعدين نشوف مثل هذا المهرجان اللي قاعد يحتفي بهؤلاء الشباب، وقاعد يحتفي في أبناء الخليج وأبناء الوطن العربي والأفلام العربية. النسخة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي تشهد تنافس 89 فيلما عربيا قصيرا تم توزيعهم على 5 فئات، تتضمن فئة الأفلام الروائية القصيرة وفئة الأفلام الوثائقية القصيرة وفئة أفلام الطلبة وفئة أفلام التحريك وفئة الأفلام البحرينية. كما ينظم المهرجان على مدار 5 أيام 8 ورش عمل فنية وحلقات نقاشية تصب في سياق شعار المهرجان بتمكين المرأة العربية في المجال السينمائي ودعم إبداعاتها. مهرجان البحرين السينمائي في نسخته الرابعة يقام تحت شعار الاحتفاء بفن صناعة الأفلام لها، جاء ليؤكد على ما تمتلكه مملكة البحرين من مقومات ومواهب متميزة في صناعة السينما، مما يعزز الإنتاج المحلي الذي يعكس الهوية البحرينية والثقافية. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.